أرحب بالحضور الكريم فرداً فرداً، ممثل بلدية النبطية الحاج صادق عيسى، ممثل مؤسسة ميرسي كور وبرنامج مدير عملي في لبنان الأستاذ حمزة عبيد وفريق عملي المؤسسة، الهيئة الإدارية في جامعة AUCE ممثلة بالدكتور حسين نابلسي، رؤساء وممثلي الجمعيات والأندية والهيئات الثقافية والاجتماعية في منطقة النبطية والجوار، الحضور يعني جميعا تحية لكم فردا فردا، كلكم من أصحاب المقامات. إذا أردنا أن نتكلم عن الواقع الأليم في بلدنا لبنان الحبيب لبنان فمن أين نبدأ؟ والأزمات فيه تتداخل بعضها ببعض لتشكل في مجموعها كارثة على جميع المستويات، اجتماعية، اقتصادية، نقدية، سياسية، صحية، تربوية، وأزمة فساد تعم البلاد. إنها أزمة وطن ودولة، حيث جميع هذه الأزمات باتت تشكل سابقة لم يشهد التاريخ مثيلا لها، ونتائجها بالطبع أليمة على الشعب اللبناني وطموحاته. هذه الأزمات التي تصارعنا وتقتلنا تضافرت جميعها لتهدد الحقوق الأساسية للمواطنين، وتركت أثراً مدمراً خاصة على الأطفال والنساء والشباب والعائلات المهمشة. فقد أصبح شباب لبنان أكثر بعداً عن أحلامهم، وهذا ما شكل لديهم الخوف والتوتر والقلق من المستقبل، بحيث أصبحوا يعيشون حالة توتر وصراع داخلي بينهم وبين أنفسهم وطموحاتهم، خصوصاً بعدما بات سوق العمل ضيقاً للغاية. أسئلة كثيرة طرحها مجموعة من الشبان خلال جلسة مناقشة مركزة معهم الأسبوع الماضي، ومن أبرزها كان: هل الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلد ستقف عائق أمام تحقيق أحلامنا؟ هل ستكون عائق أمام متابعة دراستنا وتحقيق مشاريعنا؟ هل ستتحقق أحلامنا أم سنواصل الحلم فقط؟ الخوف ما سينتظرنا في الغد؟ الخوف من تداعيات هذه الأزمة علينا لسنوات طويلة، الخوف من متابعة تعليمنا، اختصاصاتنا التي نرغب ولطالما حلمنا بها، من تعلم مهن أو اختصاصات بحاجة إلى دعم مالي، والتي يتعسر على عائلاتنا تأمينها نتيجة تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة والقيود المصرفية المشددة، وعدم الثقة من إمكانية دخول سوق العمل إذا ما استمرت هذه الأزمات التي تشكل عائقاً على درب طموحاتنا وأحلامنا، وتداعياتها ستكون لسنوات طويلة. وهذا بالطبع سيسبب ضغط نفسي كبير على الشباب، ويدفعهم إلى طريق غير راغبين به وغير راضين عنه، ما يؤدي إلى الاكتئاب ومحاربة النفس، فيدخلون في مرحلة التفكير المفرط وتشتت الأفكار. بالإضافة إلى هذه الأزمة، وهي أزمة الشباب التي نعيشها، أضف إليها أزمة تداعيات هذه الأزمة وتأثيرها بشكل كبير على النساء والفتيات، حيث فاقمت نسبة التمييز وانعدام المساواة في الوصول إلى حقوقهم، وبالتالي عدم المساواة بين الجنسين، وتأثير الأزمة الاقتصادية على مشاركة النساء في النمو الاقتصادي. وإن اتخاذ خطوات نحو المساواة بين الجنسين أمر بالغ الأهمية، خاصة في هذه الظروف، لمعالجة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتصدي للتصورات الاجتماعية الثقافية التمييزية السائدة، خاصة أنه لدينا مسبقاً أوجه عجز موجودة أصلاً في مجتمعنا قبل الأزمة.
إن كل أزمة تمهد لفرصة، والتعافي ليس بالسهل أبداً ولا بالمستحيل، ولهذا يجب علينا مواجهتها بوعي ومسؤولية. ومن هنا فعلينا كهيئات مجتمع مدني وبلديات وجامعات ومدارس العمل على بناء المرونة الاجتماعية والاقتصادية لكي نتعافى بشكل أفضل، وذلك من خلال اتخاذ التدابير تساعدنا على الصمود ومواجهة المخاطر. يجب أن تتكاتف جهودنا جميعاً لرسم خارطة طريق لتعزيز هذا التعافي الذي يركز على الإنسان المواطن، ولبناء مستقبل أفضل يوفر الأمن الاقتصادي والاجتماعي وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وإجراء الإصلاحات المطلوبة، وكذلك الدعوة إلى استجابة تحمي الفئات الأكثر ضعفاً من الشباب والفتيات والنساء وعائلاتهم من خلال السعي والمساعدة الإنسانية ودعم الوصول إلى الخدمات الأساسية وتصميم برامج لدعم وبناء قدراتهم وتعزيز الأمل لديهم. إننا اليوم نضيء شمعة ونأخذ بيد الشباب للتصدي للأزمة وزرع الأمل ولإعادة بناء الثقة ببلدنا، وأن نصل إلى بر الأمان بعيداً عن الفئويات والتحزبات والمحسوبيات. إن هذا اللقاء بالتعاون مع الجامعة AUCE ومؤسسة ميرسي كور هو استجابة للحاجة والواقع الذي يعيشه شباب وفتيات ونساء لبنان. أتمنى للدكتور حسين نابلسي والدكتور محمد فرحات التوفيق بهذه الجلسة، كما أتمنى لكم حضورنا الكرام الاستفادة والاستمتاع من هذه الجلسة التي نتمنى أن تكون تفاعلية وتشاركية لكي نستخلص معاً الحلول من أجل هذه المشكلة. والآن سنبقى مع كلمة أو مقدمة الدكتور حسين نابلسي، وهو مدير الجامعة الأمريكية للثقافة والتعليم فرع النبطية، حائز على دكتوراه في إدارة الاقتصاد الوطني ودكتوراه في الموارد البشرية، أستاذ محاضر في الجامعة AUCE ومتعاقد بالتعليم المهني. إليك المنبر دكتور حسين. شكراً. بداية أود أن أرحب بكم فرداً فرداً، ولا أخص بالترحيب أستاذي البروفيسور محمد فرحات، السيدة إيمان طرابلسي، ووفد جمعية ميرسي كوربس ممثلاً بالأستاذ حمزة عبيد والسيدة ماريان الهيبي والسيدة كارين مارون. أرحب أيضاً كل الترحيب بالدكتور حسين طرابلسي والسادة وفد بلدية النبطية والسادة الحضور فرداً فرداً وكلكم أصحاب مقامات وفعاليات، أهلاً وسهلاً بكم في الجامعة جامعتكم، وأسعد الله أوقاتكم. حقيقةً السيدة إيمان طرابلسي عرضت الأفكار التي كنا نود أن نعرضها ونناقشها بشكل أوسع وبشكل أدق، وهنا استذكرت قصة صغيرة لألبرت أينشتاين عندما كان يدرس مادة الفيزياء، وقد وزع امتحان لطلابه، أحد زملائه أبلغوه أن هذا الامتحان سبق وأن وزع في العام الماضي أو الفصل الماضي بنفس الأسئلة وبنفس الأفكار، فأجابهم نعم بالتأكيد هو نفس المشكلة ونفس الأسباب ونفس المعايير، ولكن أنا أطلب من الطلاب الحلول الجديدة، حل جديد وحل للمسائل التي طرحتها بأسلوب مختلف. فإذا نحن دائما نطرح مشاكل الشباب ونحن منهم طبعا، لأن يعني بعدنا ما خطيرنا نحن يا دكتور. أنا أقول لك.
ونعايش هذه المشاكل باعتبارها مشاكل يومية لأبنائنا، لطلابنا، لنا، للمحيط بنا، وهي طبعا مشاكل بنيوية أساسية ليست وليدة اليوم. وبالتالي فإن مجرد إعادة طرحها بطريقة معينة وبأسلوب معين واستمزاج رأي الآخرين والتشاور والمناقشة قد يعطي دفع لهؤلاء الشباب الذين يعانون من الواقع الحالي. طبعا لن ألتزم كثيرا بالبحث وبالأوراق التي كتبتها لاختصار الوقت، ولكن الهدف من هذه الندوة بالحقيقة هو تحفيز للشباب في ظل الأزمة الخانقة والحصار الغير معلن الذي نعاني منه والذي أثر كثيرا على مستقبل الشباب، وبالتالي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والمعاناة الكثيرة التي تبدأ منذ طفولة. يعني كل طفل قبل ما يصير شاب عم يكون عنده معاناة أصلاً، وأصبح الطفل يعرف ماذا يدور وماذا هناك قبل الشاب وقبل المسن. وهذه المعاناة بالتأكيد هي ناتجة عن سياسة الدولة والحكومات المتعاقبة والتي أمعنت في تهميش وفي سوء قيادة وفي سوء إدارة وفي عدم تأطير الإمكانات المتاحة والبرامج اللازمة والتي أعدت من قبل الجمعيات الدولية والجمعيات المحلية ومجتمع المدني والمجتمع الأهلي. كل هذه الإمكانات التي كانت متوافرة لتمكين ليس فقط الشباب وكل السكان وكل المقيمين من العمل والريادة في حقل الأعمال لدفع هذا البلد نحو استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والبيئية. مع الأسف بقيت الأمور حبر على ورق، وبقي هذا البلد يتخبط في هذه المشاكل. وكما نعلم وكما تعلمون جميعا أن الشباب هم رأس المال البشري وهم جدوة المجتمع وبالتالي المورد الأساسي للتنمية، فإذا لم يكن هناك عنصر شباب سقطت فكرة التنمية، باعتبار أن أحد أعوامل التغيير والتطوير من خلال توظيف الطاقات وتوظيف الأدمغة هي لعنصر الشباب. ومن هنا فإننا نسعى من خلال هذه الندوات إلى تحفيز الشباب للإبداع وإلى اكتساب المعرفة وإلى توطين المعرفة باعتبارها العنصر الأساس في رفض المجتمع ورفع المستوى التكنولوجي، لأننا نعلم جميعا الآن السباق العالمي والعولمة هي بالتكنولوجيا وبالتنوع في ميادين المعرفة وليس فقط في ميدان واحد، الأمر الذي يتطلب منا جميعا التركيز على المشاكل، مشاكل الشباب ومشاكل المجتمع بشكل عام، لطرح حلول ممكنة أو للاستفادة من آراء من خلال برين ستورمينج أو من خلال مختلف النقاشات التي تدور والتي تؤدي إلى استدامة أو إلى تنمية المجتمع. وهذا طبعا معزز بفعل برامج الأمم المتحدة التي تركز على إنشاء مؤسسات شبابية في مختلف الدول وليس فقط في لبنان. وبالتالي دعم الحركات الشبابية والإفادة من مواهبهم وقدراتهم وكفاءاتهم العلمية وتنمية هذه القدرات إن وجدت، لأنه ليس فقط مهم أن تكتسب المعرفة بل المهم أيضا أن
تستفيد من هذه المعرفة وأن توطن هذه المعرفة كما سبق وذكرت من أجل التطوير ومن أجل الإبداع ومن أجل رفع مستوى المهارات العلمية والعملية لإتاحة الفرصة للشباب وللأجيال الصاعدة للتقدم والتطور على مختلف المستويات ولا سيما المستوى السياسي، لأنه بتعرفوا أنتم أنه أي دولة وأي اقتصاد مرتبط معها التنمية بالاستقرار السياسي وبجهد الشباب بهذا الموضوع وبالتالي ضمان مستقبل الوطن. ولكي يتمكن هؤلاء الشباب من التعبير عن آرائهم وأفكارهم مطلوب حريات أكثر ومطلوب إشراكهم في قضايا المجتمع وقضايا الناس لتحديد الأولويات التي تؤدي بالنتائج إلى إزالة الفوارق وإلى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للأهل، لأنه الشباب كمان هن بده يكونوا مصدر لدعم أسرهم وأهلهم ويبنوا المستقبل القادم للوطن. وهنا لابد لنا من الإشارة إلى بعض الوقائع التي سأستكمل ما بدأت به السيدة إيمان طرابلسي في هذا الإطار من وقائع ومن مشاكل يعاني منها الشباب من خلال كما سبق وذكرت معايشتنا لظروفهم. فالمشكلة الأولى هي مشكلة بنيوية، يعني ليست ناتجة عن الأزمة الحالية التي يتخبط بها لبنان من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الصحية وغيره، بل هي كما سلف وذكرنا أنها بنيوية تبدأ من الضعف في القطاع العام. ضعف القطاع العام أدى إلى نمو معين في القطاع الخاص، ولكن الاستثمار في القطاع الخاص وكل من يعمل في القطاع الخاص وأنتم تعلمون ذلك يحتاج إلى أدمغة وإلى عقول وإلى إبداعات. فإذا شخص منه مبدع بالنسبة للقطاع العام بيقطع بيمشي حاله، بس بالقطاع الخاص بيعود النظر فيه كل فترة وفترة، وهذا طبعا كلنا نحن معايشينه. وبالتالي دلت الدراسات إلى أن هناك تراجع كبير في النمو، ليس فقط بالسنتين اللي مرقوا يعني بين 2019 وال 2020 و21 بالقطاع الخاص وباستثمارات القطاع الخاص، هناك تراجع كبير جدا بسبب تراجع أيضا القطاعات الأخرى، قطاع التعليمي تراجع، القطاع الصحي تراجع وأنهك أيضا. هناك أيضا مشكلة المصارف وكلكم تعانون من هذا الأمر باعتبار أن النظام المصرفي في لبنان وما فعله في السنوات الأخيرة أدى إلى شلل في مختلف القطاعات وبالتالي ازدادت البطالة، وكلما ازدادت البطالة يعني عم نروح نحن على الهجرة وعلى مشاكل أخلاقية ومشاكل مختلفة على مختلف المستويات تؤدي بطبيعة الحال إلى تفكك المجتمع وإلى أضرار كبيرة على المجتمع وبالتالي على الوطن. ما بدنا نحكي كمان أنه الشباب يعانون من مشكلة الاتصالات والإنترنت، وهذا الأمر مش بس الشباب، الشركات والمؤسسات التي تعمل في لبنان تعاني، لأنه بس بلبنان عندنا الإنترنت ضعيفة والاتصالات يمكن بتضلها مقطوعة وهلأ عم تنقطع أكثر كمان، ومختلف المعارف الجديدة التي تكون سبب أساسي في تطوير المجتمع وغير ذلك. البنك الدولي أصدر بهذا الإطار مجموعة من الدراسات والمسح الميداني اللي عمله لا مش بس للبنان، لمنطقة المينا يعني مختلف المناطق، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأشار إلى أنه أكثر من 40% من أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص عندهم
مشاكل وعندهم نقص بالمهارات، وهي من أهم العوائق التي تقف في طريق تيسير الأعمال ونمو الشركات على المستوى الوطني خصوصا في الدول النامية. فإذا الواقع المأساوي الذي يعاني منه الشباب دفع بالكثير منهم إلى الابتعاد عن التعليم كما سبق وأشرت، لأنه التعليم، وخينا الدكتور محمد هلأ بيركز على هذا الموضوع أكثر مني لأنه عنده مقالات بالجرائد والمجلات المحلية عن موضوع التعليم والمناهج التربوية التي أدت إلى ابتعاد الشباب عن الدراسة وعن التحصيل العلمي، وهذا الأمر أدى أيضا إلى حالة من التفلت وحالة من لا استقرار عند هؤلاء الشباب، خصوصا كمان يعني بدنا نشير انه الجمعيات الان جي اوز يعني بشكل عام الجمعيات التي لا تتوخى ربح اللي عم تشتغل مشاريع وعم تقدم للشباب فرص عمل هي بالحقيقه الى هذا الجانب ايجابي على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الشباب، ولكن الجانب السلبي انه هذا الشاب عم بيروح بدور على المخصص اللي بده ياخده أو اليومية اللي بده ياخدها بالعمل الصعبة، وعم يبتعد كمان عن الدراسة وعن التحصيل العلمي، عم يكون في شيء تضحية يعني في شيء على حساب شيء، وهذا الشيء واضح يعني من خلال الشباب اللي براجعونا بهذا الإطار. وبالتالي عدم فعالية الخطط ونقص الكوادر التعليمية وعجز القطاع التعليمي والمناهج التربوية عن خلق عقول مبدعة وماهرة وعدم ربطها بسوق العمل هي من المشاكل التي يعاني منها الشباب، إضافة لأنه في دور أساسي للدولة بعدم الإنفاق على البحث العلمي، وخصوصا وأنه تقاس الدول بتطورها بقديه هي عندها طلاب أو علماء يقل أعمارهم عن 30 سنة. فنحن الحقيقة ما عندنا هيك، أي واحد بتلاقوه عنده قدرات فكرية معينة عم بيروح بيسافر على خارج لبنان وعم يستفيدوا منه خارج لبنان، وهذا الأمر عم بيؤدي لسوء إدارة عنا ولمشاكل على المستوى البنيوي اللبناني وعلى مستوى الهيكلي. هناك طبعا مشاكل كثيرة، بس نظرا لضيق الوقت رح نختصر قد ما فينا، وبلكي هيك بتسمحي لنا بدقيقة بعد. موضوع الهجرة وموضوع الاستهداف الممنهج لنا نحن كمجتمع وخصوصا المجتمع الجنوبي من قبل العدو الإسرائيلي وأدواته بتخريب عقول الشباب ودفعهم إلى أفكار وعادات مستوردة في كثير من الأحيان وإلى فساد ومخدرات. وسبق وعملنا نحن بالجامعة هون مجموعة من الندوات التي تحذر الشباب والتي توعي الشباب من هذا الخطر المحدق بنا. بتمنى أنا ما أكون هيك طولت عليكم، بس بعد في عندي خلاصة بهذا الحكي، ولأنه الكلام كثير ولكن الفعل قليل، وما نتوسمه من حضوركم أنتم ومن الدكتور محمد ومن الجميع الإخوة والزملاء وكلكم أصحاب كفاءات ومراكز قيادية بالمجتمع وريادية، تقديم الحلول والأفكار والرؤى العملية للشباب، لأن هذا الوطن بالحقيقة يستحق ويستأهل هؤلاء الشباب لأنهم جذوة التغيير كما سبق وقلت، وهم الإرادة الصلبة بالتغيير وتكسير كل حواجز التخلف وسوء التطور وسوء التنمية. المطلوب استيعاب المعرفة، وخصوصا وأننا نحن نعرف أن الشباب في حالة ضياع ووهن وتهميش وإلغاء لأدوارهم وهم يعانون ويكابدون، فهل من بصيص أمل يا دكتور محمد؟ هل من حلول؟ هل 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 أسئلة كثيرة تطرح في هذا المجال والمجال.
أجوبة قد تكون عند الدكتور محمد وعند الحضور الكريم. شكرا لاستماعكم وشكرا لحضوركم، وأهلا وسهلا بكم مجددا في جامعتكم الجامعة الأمريكية للثقافة والتعليم، وإلى اللقاء. البروفيسور محمد فرحات، أستاذ دراسات عليا في المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية، وأستاذ محاضر ومشرف على طلاب الدكتوراه والماجستير في جامعة الجنان، شغل منصب مدير كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال الفرع الخامس وعضو مجلس الجامعة اللبنانية. الكلام لك، تفضل. الحضور الكريم، نشكر جامعة الـAUCE ممثلة بالدكتورة نسرين أبي فرج رئيسة قسم الإدارة في بدار المركز الرئيسي، ودكتور حسين نابلسي مدير فرع النبطية. كما نشكر جمعية ميرسي كورب ممثلة بالسيدة كارين مارون وحمزة عبيد. والشكر طبعاً الأساس لمنظمة هذا اللقاء الأستاذة إيمان طرابلسي من جمعية ميدا. تحياتي إلى الحضور الكرام ممثلي هيئات المجتمع المدني، الجمعيات، بلدية النبطية. الحضور الكرام، في البداية أتقدم بالشكر للدكتور حسين طرابلسي والأستاذة إيمان طرابلسي على تقديم معطيات سليمة وثرية حول موضوع هذا اللقاء أو هذه الندوة، حيث سأنطلق يعني مما انتهوا إليه، ملخصاً الواقع بنقاط بمحاور ثلاث. المحور الأول هو الإقرار بوجود عوامل بنيوية، عوامل بنيوية في بنية النظام اللبناني تكبل طموحات وأحلام الشباب وتقف عائقاً أمام أحلامهم، أمام تحقيق أحلامهم، الأمر الذي يخلق لدى الشباب الشعور بأن مستقبلهم مهدد بصورة خطيرة. يعود ذلك إلى غياب الرؤية التنموية وبالتالي الخطط والبرامج الكفيلة بإعادة النظر في السياسات الراهنة، السياسات المهترئة الجامدة المتقادمة المتخلفة عن معطيات العصر وحاجات السوق والمجتمع، وأيضا عن بعيدة عن أحلام الشباب وطموحاته. النقطة الثانية، انعكاس الأزمة الراهنة على كل مفاصل الحياة في لبنان ولا سيما على الشباب، لناحية تهديد مستقبلهم في المجالات التالية: إمكانية في مجال إمكانية متابعة التعليم، وفي مجال إمكانية إيجاد فرص عمل تتلائم مع كفاءاتهم، وفي مجال، وهذا للأسف إمكانية العيش وتوفير الحاجات المادية والمعنوية والاجتماعية، حيث تراجعت القدرات الشرائية وقيمة المدخرات وفقدان المحروقات والأدوية والكهرباء والانترنت عموما وكل شيء بشكل محدود طبعا، الامر الذي يخلق حالات من التوتر وتشتت الافكار، مما ينعكس في سلوك الشباب الاجتماعي وكذلك
ينعكس على سلوك الجميع في المنزل، حيث يخلق مشاكل أسرية بالإضافة للشعور بالاكتئاب ومحاربة النفس. ونلاحظ هذه الحالة تنعكس بشكل قوي وعنيف جداً على المراهقين. المحور الثالث، تشريع الأبواب أمام موجة الهجرة الثالثة. يعني لبنان شهد، مشاهد دكتور كاظم عملته مؤتمرات حول الموضوع، شهد ثلاث هجرتين سابقتين، والآن يشهد الهجرة الثالثة الكبيرة. الهجرة الأولى بال 1845 للستين، الهجرة الثانية بالحرب العالمية الأولى، ونتيجة هالهجرات هذه السابقة أصبح عددنا بالشتات المتحدرين من أصل لبناني حوالي 14 مليون، حوالي 14 مليون، معظمهم ذاب في المجتمعات التي هاجر إليها. نتيجة شو؟ ليش ذابوا؟ ليش انتهوا؟ لأنه كانوا عم يواجهوا مثل هذه الظروف القاسية. خلص يأسوا، راحوا لجأوا إلى أماكن أخرى، ضربوا في هذه الأرض ليعيشوا ويأمنوا أولادهم. وطبعاً كانوا من أفضل الناس الطموحين، بحيث أنه وصلوا ليصيروا رؤساء ورؤساء ونواب ووزراء حيث حلوا. نحن نشهد الموجة الثالثة، والإحصاءات تشير إلى أنه حوالي، يعني التقديرات حوالي 900,000 عم يقدموا جوازات سفر وعم يأمنوا عمل ويسافر. وللأسف شفت بالفترة الأخيرة محاولات هجرة فيها مخاطرة، يعني بيركبوا بها السفن القوارب الغير سليمة، غير يعني مثل ما كنا نشوف بدهم الخلاص ويروحوا. طيب شوفوا هلأ شو مخاطر هذه الهجرة الثالثة، هي الموجة الثالثة من الهجرة. بدي اختصرها بنقطتين. أولاً، لبنان في عدد كبير من النازحين السوريين والمدعومين. المدعومين تصوروا بيعطوهن، يعني نحن بعد لحد هلأ ما عطونا بطاقة، نحن المواطنين بطاقة تموينية، عم يعطون دعم من زمان. لا شوفوا، أنا شفت من أسبوعين حد بيتي شيء 40 واحد، شاب وصبي لابسين لبس مرتب، يعني لبس شغل، وعم ينظفوا الترقات. شو هي؟ قال هي دعم لإلهم. طيب ما دعم لإلهم أوكي، ما كمان عنا نحن شيء 70% هلا صاروا فقراء بحاجة لشغل، ليش ما بتشغلون كمان؟ انتبهوا، أبدا مش عنصرية، بالعكس، بالعكس أبدا أبدا، بس أولوي. بس في شيء بيخوف فيما بعد، انه طيب نحن شبابنا نحن منهاجر. طيب بعد في كمان الفلسطينيين، مع ايضا الفلسطينيين الموجودين بلبنان هلا استوطنوا، في مساعي كبير وفي مساعي كبيره لتوطينهم بلبنان، مش هيك؟ وفي اغراءات ماديه وغير ماديه عم تصير. طيب عال نحن منهاجر وبحل محلنا قلنا النازحين او مش عارف شو، على حساب قضايا نقدسها، يعني قضية فلسطين، إنه أنا بدي الفلسطيني يرجع على فلسطين، للمركز اللي أنا اللي بعتبره أنا هو أساس في استقرارنا. يعني ما دامت فلسطين مع الصهيونية لن نشهد استقرار في منطقتنا ولا نمو ولا تقدم أبدا أبدا أبدا. طيب الحلول، عم بختصر أنا قدر المستطاع، لأنه قلت لكم يعني قدموا الزملاء معطيات هامة جدا، عم حاول اختصرها بهالمحاور. هلأ الحلول، في حلول على المديين المتوسط والطويل. أولا مطلوب وضع رؤية، لأنه طلعنا بالأساس المشكلة البنيوية عدم وجود رؤية ولا برامج ولا شيء. مطلوب وضع رؤية وطنية تنموية تنعكس سياسة وخطط استراتيجية لإعداد الشباب علمياً ومهنياً وعملياً.
بما يتلائم مع متطلبات العصر المتطورة والمتجددة ومحاجات السوق، سوق العمل. نحن للأسف يعني حتى بمناهجنا التعليمية نخرج أعداد تفيض جداً عن حاجة السوق، ما في حاجة لها، ولا نخرج أحياناً أعداد كافية أو حتى لا نخرج بتاتاً مختصين في مجالات يحتاجها سوق العمل. يجب إعادة النظر في النظام التعليمي والسياسة التعليمية بشكل عام. إن ثروة البلد الدائمة وغير الناضبة تكمن في هذه الفئة العمرية التي يقع على عاتقها استنهاض البلد وحمايته وتطويره. شباب اليوم هم قادة المستقبل وصانعيه. لا يجب على الإطلاق إهمال هذا الموضوع والإبقاء على السياسات. شو بدي أقول يعني؟ بدي أقول غير الكفوءة، السياسات الفاشلة. طبعاً على المدى القصير أول نقطة مطلوب معالجتها هي معالجة الأزمات المعيشية الخانقة والمذلة على مستوى البلاد، وذلك بما ينعكس على استعادة الثقة في البلد وفي مؤسساته، ويؤدي بالتالي إلى إعادة إحياء الأمل في نفوس الشباب بما يحيي أحلامهم وطموحاتهم، على عكس الآن. الآن أحلامهم وطموحاتهم هي بالهروب، بالهروب، بالهجرة. ب توفير فرص التعليم بأكلاف معقولة، والسعي لتأمين المساعدات والدعم المادي للمؤسسات التعليمية، لأن تكاليف التعليم أصبحت تفوق قدرة الأهل، أصبحت تفوق قدرة الأهل عموما، يعني عدا عن القيود المصرفية. إذا حدا كان شايل له قرشان ليعلم ولاده أو فتح لهم حساب ما في يسحبهم، وبتعرفوا كيف بيسحبهم. هذا من ناحية. ومن الناحية الأخرى مطلوب تقديم تسهيلات للطلاب في مجالات النقل والسكن وفي أسعار الكتب ووسائل التعليم الحديثة والقرطاسية إلى آخره. طبعاً هنا يجب أن نذكر أن هناك أهمية أيضاً لدعم الأساتذة والمدرسين والإداريين بما يوفر لهم حياة كريمة تساعدهم على عدم إهمال رسالتهم في التعليم الجيد. جيم توطين التوظيف، توطين التوظيف وفرص العمل. كمان هي ما فيها عنصرية، فئة حقيقية، يعني ابن البلد هو أحق بالأول بأن يعمل ويجد فرصة عمل أمام هذا الواقع المأساوي خصوص الذي نعيشه. خلصنا من الطرف، من مرحلة الطرف، توطين التوظيف وفرص العمل وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما أن لبنان قادم على ما يأتي. واحد، ورشة إصلاح وإعادة هيكلة واستنهاض القطاعات الاقتصادية الراهنة وخلق مشاريع وقطاعات اقتصادية حديثة. المساهمة في إعادة إعمار سوريا، ولبنان له دور كبير في هذا الموضوع، وأيضاً هذه العملية تخلق فرص عمل جيدة وواسعة. بعد يقتضي التحول إلى الاقتصاد الإنتاجي كما نسمع، لأنه الاقتصاد الريعي يحمل مسؤولية كبيرة فيما وصلنا إليه،
والتوجه الآن هو للاقتصاد الإنتاجي، أن نعتمد على أنفسنا في مجالات الإنتاج الصناعي والزراعي. يقتضي هذا التحول إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشتى السبل، الأمر الذي يخلق فرص عمل كثيرة. إن ضيق سوق العمل الراهن يمنع الشباب من تحقيق أحلامه وطموحاته في التخصص الذي يرغب فيه والذي يجد فيه فرص عمل تناسب مؤهلاته. إحصائية بالعام 2020 بتقول دخل إلى سوق العمل بال 2020 3500 فقط، بينما كان عدد اللي طالبين العمل 30,000. هي بال 2020، بال 2021 بعد ذلك التاريخ شهدنا إقفال مؤسسات وتسريع عمال، حتى وصل الأمر لترك موظفين في القطاع العام حتى في القطاعات الأمنية. وامبارح بلشوا يسحبوا من العسكر المسدسات أحسن ما يبيعوها ويهربوا. هذا واقعنا. الإسراع هي نقطة مهمة في استخراج الغاز والنفط من المياه اللبنانية. طيب بدأنا نحن والكيان الصهيوني جميع عم ينجوا عم يبيعوا. طيب نحن أول ما وصلوا للغاز سكروه وقالوا ما لقينا شيء، ليش الكذب يعني؟ ليه؟ شو ناطرين؟ الإسراع في استخراج الغاز والنفط من المياه اللبنانية لضخ عائداتها في مشاريع استثمارية تضمن فرص عمل واسعة ومداخيل وازنة تحقق ثروة تنموية في لبنان. في الختام، لا يحملنا أحد، لا يحلمنا عفوا أحد القيام بإصلاحات جوهرية وورشة عمل تنموية واستنهاضية حقيقية إن لم يخرج النظام اللبناني من صيغة المحاصصة الطائفية القاتلة. هذا الشرط الضروري، هذا الشرط الضروري للقيام بالإصلاحات التي ذكرناها، ليدخل لبنان في صيغة بناء دولة المواطنة والمؤسسات القادرة وحدها على بناء دولة عصرية قابلة للحياة والتطور. وهنا يأتي دور الشباب. على الشباب اللبناني النضال من أجل بناء مثل هذه الدولة التي تضمن استمرار الوطن وتحقق طموحات أبنائه في عيش كريم. هذه المهمة أسهل بكثير وأضمن من السعي إلى الهجرة والتخلي عن أرض الأهل والأجداد. شكراً لكم.